بسم الله الرحمن الرحيم. أطعتني افتخارا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تزوج امرأة فإن وجد الله ولاها، ومن تزوجها لمالها لم يجد الله ولاها. إلى آخره. أو ما قال عليه الصلاة والسلام. صدري وأحلامي راضية وتسامحي كرام. اسلكوا بلال عزيز أمام المعجلة والرسول. صلى الله عليه وسلم.
لا يمكن ما